العافية جميعا. اليوم بدي أتحدث عن كتاب ومرجع مهم في القضايا التحكيم في الأردن، وهو كتاب باللغة الإنجليزية، وهو ضمن سلسلة صادر للاجتهادات القضائية من إعداد مكتب الجازي ومشاركه إعداد الدكتور عمر مشهور الجازي. هذا المرجع بالتعاون مع دار صادر، وهي من أهم وأكبر دور النشر العربية، تاريخ عريق بسنوات طويلة. هذا الكتاب يتحدث عن أبرز قرارات محكمة التمييز الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية في قضايا تحكيمية. يحتوي الكتاب ما يقارب 96 قرار محكمة التمييز، وهذه القرارات في أهم القضايا التحكيمية التي عرضت على محكمة التمييز، إضافة إلى قانون التحكيم لسنة 2018. وهذا المرجع يعد بوجهة نظري ذو أهمية كبيرة للممارسين العمل القانوني في مجال التحكيم، أيضا للباحثين والمحامين والقانونيين والمهتمين. مكتوب بلغة قانونية رصينة باللغة الإنجليزية، ويحتوي على قرارات محكمة التمييز، على ملخص القرار وأبرز ما ورد فيه. هذا المرجع بوجهة نظري كقانوني، أعتقد أن المكتبة القانونية والمكتبة العربية بحاجة لمثل هذه المراجع، خصوصا أنه يحتوي على قرارات الواردة من عام 2016 لعام 2023 في الأردن في محكمة التمييز، يساعد الباحثين والمهتمين إلى الاطلاع على هذه القرارات باللغة الإنجليزية، وخصوصا لغير الأردنيين من العاملين في المجال القانوني والمحاماة والتحكيم. هذا المرجع بوجهة نظري أيضا فيما يتعلق في الباحثين الذين يريدون أن يكتبوا سواء بحث أو رسالة أو أطروحة في التحكيم، مكتوب بلغة إنجليزية رصينة، ويوجد فيه القانون، والقرارات الموجودة فيه هي تعالج أبرز القضايا التي عرضت أمام محكمة التمييز. أدعو الباحثين إلى الحصول على مثل هذا المرجع المهم والثمين، والذي أغنى المكتبة العربية بمثل هذه المراجع. كل الاحترام والتوفيق لكم.